تاريخ أمس عندنا 26 رغب في الترشح الذين تقدموا للسلطة الوطنية بالتعبير عن رغبتهم في الترشح، وهو شرط يعني المفروض قانونا حتى يتمكنوا من سحب الاستمارات الاكتتاب المعدة من قبل السلطة الوطنية المستقلة بهذا الشأن. إذن قلت 26 راغب في الترشح يعني تقدموا للسلطة لسحب الاستمارات الاكتتاب، وعدد الاستمارات المسحوبة لحد تاريخ اليوم 2,500,000 استمارة، 2,500,000 استمارة مسحوبة. وفي هذا الشأن لدى السلطة إمكانية متابعة عملية الاكتتاب في حد ذاتها يوميا. يعني نعطيك مثال عن ذلك فقط، تمكننا باش نعرف مثلا بأن أول مترشح، أول راغب في الترشح اللي حصل على عدد التزكيات الكافية من صنف الناخبين قد يعني حصل على 600 التصديق، وكان ذلك يعني بالتاريخ والساعة في آخر وثيقة تم التصديق عليها في ولاية عنبة وبلدية رمضان جمعة. يعني